بما أن هذه الحلقة هي آخر حلقة بالنسبة لي في تقديم برنامج تريندينج، فأعد لي زملائي من فريق تريندينج مفاجأة على شكل فيديو، لذا سأشاهده معكم لأول مرة. ماذا؟ أقوى من الشدة، أطول من المادة، أحد من السين. فيمكنك أن تبشر كعبات الجبنة هنا. ابشر جزر، ابشر تفاح. إذا دهس شخص فرنسي شخصا في ألمانيا وكان يقود سيارة سرقها من رجل إنجليزي ثم هرب إلى المغرب وهناك حدود الجزائرية ثم توفي بقارب هجرة غير شرعية في المياه الإقليمية التونسية وله زوجة وأطفال في مصر. من هو القضاء المختص في هذه الجرائم وكم عصفور على شجرة؟ حيمتن تستفدنا لا يعجبدنا فاقع مرارتنا. لكن ما الذي أتى به إلى هنا؟ استوديو تريندينج. من سيخلق سكارفيس بعد وفاته؟ شقيقه الأسد موراني، وبانتخابات شرعية، وبإجماع مجلس الحيوانات، وبتوافق دولي أيضا. يا سيدنا الديك، يا مولانا الديك، هل تحتاج إلى جارية؟ هل تحتاج إلى خادمة؟ هل تحتاج إلى تدليك؟ والخرافة تبدأ بالدق على الخشب، شعرة من إبط الضبع تشبك بها ريشة دجاجة بكر، بدمعة عصفور يتيم، ثم يضاف إليها بسقة رجل عجوز قبل أن توضع في قبر عروس ماتت قبل يومين. وصلنا إلى حلقة تريندينج ونهاية حسان. أراكم بعد غدا، إلى اللقاء.